مرقد الإمام محمد بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام. من هنا كانت البداية، من هنا انفتح الضوء على طريق الرحلة المباركة نحو قدسية المكان الطاهر الذي شكل حماسا روحيا لدى زائريه. صحراء قاحلة وتتخللها بعض الشجيرات هنا وهناك تجلب الندى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، زيارة قبور الأئمة وأبناء الأئمة من الطقوس الدينية والشعائر الدينية، لذا حث الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بزيارتهم والوقوف على مراقدهم ومعرفة مآثرهم وسبب موتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك في رحلتنا اليوم الميدانية إلى أحد المشاهد المشرفة في منطقة الرحبة في بحر النجف، والتي يعد من المشاهد المشرفة، وهو مرقد السيد محمد بن الحسن الصبط سلام الله عليه. ها نحن نقترب أكثر، نسمع دقات القلوب تهفو إلى عشاقها المتواردة. إنها تبدو من بعيد واضحة. نعم، تلك القبة المقدسة للمرقد الشريف في بقعة مباركة من أرض العراق، قريبة من أرض النجف الأشرف، قبة من الطراز الإسلامي تعطي للزائرين نسيما على القلوب، قبة مغلفة بالكاش الكربلائي الأخضر، تنتصب وحيدة وسط امتداد الصحراء. لا يهمها العطش، فهي تذكر عطش الإمام الحسين عليه السلام في يوم كربلاء، فتتعلم منه الصبر والفداء والتضحية. راية خضراء كخضر ثياب أهل الجنة تحمل اسم صاحب المرقد، وهي ترفرف في سماء الحق، تعلن عن ترحيبها بالقادمين لزيارة المرقد الشريف. ومن بين هذه الورائقات الخضراء التي رطبت ضوء الصحراء، يمكن لنا أن نرى القبة الخضراء وهي تحنو ظهرها على المرقد الشريف، يتوسطها فتحة وهي واحدة من فتحات التهوية، وقد تكون أيضا لخروج الأدعية إلى السماء. من هذا الباب، من هذا الخشوع العظيم، ندخل أولى عتبات المرقد الشريف، فنطل على مساحات تسبق فضاء الحضرة المقدسة، لتطلعنا لافتة خط عليها عبارات الزيارة الخاصة بصاحب المرقد الشريف. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، أحسن الخلق أجمعين. السلام عليك أيها السيد الحفي والدعي الخفي، أشهد أنك قلت حقا ونطقت صدقا، ودعوت إلى مولاك ومولاي بالحق، وأنك من السادة الطاهرين وابن النجباء الميامين. السلام عليك يا سيد محمد ابن الحسن المثنى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى جدك الرسول وأمك البتول، والله شاهد على ما أقول، وأدعو الله بقضاء حوائجي وتيسير أموري، وأنك أهلا لذلك بقضاء الحاجات. والسلام عليك وعلى جدك وأبيك الحسن المجتبى، وعلى الأنبياء والمرسلين والأسلام
أئمة المعصومين وعلى من ولاكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا العودة لهذه البقعة المباركة، آمين يا رب العالمين. والحمد لله على ما هدانا لذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. وإذا دخلنا إلى الحضرة المطهرة يطالعنا بكل شموخ الضريح المقدس للإمام محمد بن الحسن عليه السلام، ضريح مهيب يحيط به شباك من الألمنيوم المذهب، وقد وضع المؤمنون الموالون بالعترة الطاهرة بعضا من باقات الورود على الضريح ليعبروا عن حبهم ومودتهم لأهل البيت عليهم السلام. سادتي وموالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئتك سيدي ومولاي أواسيك بجدك الحسن المسموم المظلوم الذي هدم قبره في البقيع وحرم أن يدفن إلى جوار جده رسول الله الحسن. نعم يقذف قطعا من كبده والحسين إلى جواره، وإذا بزينب دخلت عليه ينادى الحسين شيل اللي طشت عني يا خويا خاف من خواتك جني ويشوفني. نعم سيدي ومولاي، فرق الدنيا مسموما مظلوما كجد رسول الله وأبيه أمير المؤمنين. إنا لله وإنا إليه راجعون. يحيط بالشباك ورق دائري ألصقت على جدرانه صور لتشابيه ترمز لبعض الأئمة كما يمثلها الرسامون، كما احتوى الجدار على بعض المزججات لآيات قرآنية ولأسماء الله الحسنى تعبر عن المكان الديني للمرقد الشريف. وعندما يفرغ الزائرون من أداء مراسم الزيارة تكون الصلاة بجانب المرقد لها أهميتها الدينية الخاصة لكونها بجوار الجثمان الطاهر للإمام محمد بن الحسن عليه السلام. يعلو الضريح المقدس فضاء القبة الداخلي الذي يتدلى من أعلاه ثرية يحصي ضوءها أسماء كل من زار المكان وقبل الضريح، فتختلط الروح المؤمنة للزائرين مع ضوء المكان. وحين ينهي المؤمن زيارته للمرقد الشريف ويهم بالخروج تطالعه إلى أحد الجدران لوحة لآية قرآنية يتأملها جيدا ويطلب من الله أن يقبل توبته وزيارته ويعفو عن سيئاته ببركة المرقد الشريف. اللهم تقبل زيارتنا إنك أنت السميع المجيب.